هذه مجموعة تراكمات حصلت مثل ما قلت لك خلال هذه الفترة كلها. عندنا بالعراق أم المشاكل، أمها، وهاي قلتها بهذا الاستوديو يمك وأكررها، أم المشاكل هي الثقة. بالعراق فقدت الثقة، الثقة بالحكومة في أدنى مستوياتها، الثقة بالبرلمان في أدنى مستوياتها، الثقة بمفوضية الانتخابات. تدري قد اللي واثقين بمفوضية الانتخابات؟ أكو فقط 20% من العراقيين واثقين بمفوضية الانتخابات فقط. ليش؟ لأنه يقول لك هذه جزء من منظومة متكاملة. كيف ممكن أن يصلح الجزء إذا المنظومة بأكملها هي غير صالحة؟ يعني أنت لا تستطيع لما عندك مثل ما يقولون بالمثل مالتنا، لما السمكة كلها خايسة ما تجي تدور على وين المكان اللي بيه زين، تقول هاي خايسة وتذبها. ده تفهم لي شلون الوضع؟ واضح. فهكذا المواطن بالنسبة إليه منين ما يلتفت، فساد أكو، ميليشيات وسلاح منفلت أكو، اقتصاد متدهور، الخدمات سيئة. الصورة حقيقة صورة للأسف لا نتمناها للعراق، هي صورة قاتمة. ولذلك أنت إذا تريد تحسن من الديمقراطية عليك أن تحسن من البيئة الانتخابية. البيئة الانتخابية الآن شنو بيها؟ بيها مفوضية، العفو، بيها ميليشيات وأحزاب، بيها ميليشيات وبيها أحزاب وبيها مال سياسي وبيها تدخلات دولية. انطيني وحدة من عدها هي بيئة صحية.